معمل صغير في متناول الأطباء في أي وقت يسمح لهم بوصف الدواء والتشخيص الصحيح للمرضى. سانس دي أكس من ابتكار إحدى الشركات البولندية، حيث عانى صاحب الفكرة من تشخيص خاطئ لمرضه ما ألهمه ابتكار تلك التقنية. التقنية الجديدة يمكنها تشخيص ما إذا كانت العدوى أو المرض تصنف كفيروس أم بكتيريا، وذلك في غضون دقائق لمساعدة الأطباء على تجنب المضادات الحيوية التي توصف بأكثر من اللازم. التقنية التي نقدمها متطورة جدا، ولكننا صممنا الجهاز ليكون استخدامه سهلا للغاية، ويمكن لغير المتخصصين استخدامه أيضا. عندما يذهب المريض إلى الطبيب يمسح فمه برقاقة ويضع تلك العينة على الإلكترود للاستخدام الواحد، ومن ثم يضع الإلكترود في القارئ متعدد الأغراض، وبعد دقيقتين أو ثلاث تظهر النتائج على شاشة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، ومن هنا نعرف بالضبط ما هو سبب المرض. المضادات الحيوية تستخدم فقط لعلاج الالتهابات البكتيرية، فهي ليست فعالة مع الفيروسات، والاستخدام المفرط أو غير المناسب يمكن أن يسهم في مقاومة المضادات الحيوية ويجعل الأدوية أقل فعالية في محاربة المرض. تم اعتماد الاختبار المصمم للتعرف على فيروس الأنفلونزا للاستخدام في العيادات، وهو أقل تكلفة وأكثر دقة من اختبارات الأنفلونزا الحالية. تقنيتنا مفيدة أيضا في السوق البيطرية والسوق الزراعية. في البداية نحن نوجه منتجاتنا للأطباء، ولكن لاحقا ستكون متاحة للاستخدام المنزلي لكل مريض. وفقا لسانس دي أكس، فتكنولوجيا لديها مجموعة واسعة من الاستخدامات، حيث تستخدم أيضا لاختبار العدوى في الحيوانات سواء في الممارسات البيطرية أو في المزارع. وتأمل الشركة في تطوير التكنولوجيا لتشخيص المزيد من الإصابات، الأمر الذي يتيح للمرضى مستقبليا تشخيص الأعراض التي تنتابهم في المنزل بأنفسهم.